انها اكتشفت ان بنتها مش هتقدر تخلف، وهي داخله على خطوبه، فهل من الامانه يبلغوا الخطيب بالموضوع؟ احنا هنا ننظر هل هذه المشكلة التي عندها أو هذا المرض هل ممكن أن يتم الأمر بالعلاج ونحو ذلك، أنه في احتمال أنه مستقبل إن شاء الله تتحسن الأمور ممكن مع علاج معين أو عملية معينة وما إلى ذلك ويعني يحصل الأمر، ولا هذا الشيء يمنعها طوال حياتها؟ إن كان يمنعها طوال حياتها فعند ذلك يعني أكيد مش هتعملها عرضة لكل من يذهب ويأتي، إذا إنسان جاء وإنسان جاد ويعني وإنسان عاقل ويدرك الأمور فعند ذلك نبين له إنه والله إنه إحنا كشفنا وطلع عندها 1 2 3، فإن كان يناسبك الأمر فأكمل، وإلا قد واحد يقول لك لا أنا عايز، أنا والله عايز واحدة تكون بتنجب، أيوه، وواحد يقول لك لا أنا ما عنديش مشكلة اتركيها لله وزي ما يحصل يحصل، فعلى حسب. سبحان الله. وهي في النهاية عشان هي طبعا متأثرة والموقف أكيد مؤثر، بس والله يا أم أحمد الظاهر إن هو حاجة مؤلمة، والظاهر إن ممكن مثلا الارتباط اللي هي فيه ده لعل وعسى ما يكملش، فعلا ما تعرفيش ربنا بيمنع إيه يعني. بالعكس ربنا هي تصبر هذا البلاء وتصبر على هذا البلاء، وهذا البلاء يعني قد يكون رفعة لدرجة العبد أو يكون مغفرة لذنوبه، ده حقيقي. فالإنسان يصبر ويفرح بهذا الشيء، زي يقولوا أهل الله يفرحون بالبلايا كما يفرح أهل الدنيا بالعطايا. ما شاء الله، هي طبعا دي مرحلة عظيمة جدا، نعم. بس احنا كمان يعني لو على قدنا فاحنا بنشوف يا شيخ أحمد إن ربنا بيحبها أكتر منك يعني، ودي لو حطيناها في دماغنا فهتكوني متأكدة إنه منع عنها شر كان هتتحط فيه لو موضوع مثلا معين بعينه ولينا مشي. في قصة سيدنا موسى والخضر، لما بالظبط سيدنا الخضر قتل هذا الغلام فقال له انه كيف كذا تفعل وكذا، فلو كان بقي هذا الغلام لارهق ابويه ولاوصلهما الى مرحله الكفر ونحو ذلك، فاخذه وهو في هذا السن خير له وخير لوالديه. بالظبط، وربنا يا رب يعمل لك كل الخير، ويبقي تابعينا يا ام احمد ايه الاخبار، حصل ايه في الموضوعين باذن الله، ويا ربنا يريح قلبك ويرضيك ان شاء الله. لما نتكلم عن خلق الحياء وتربيته للطفل، دايما العلماء لما كنا الناس العوام بيسالوا ليه الحياء بالذات مهم وضروره لتربيه الطفل، قالوا ان هو رمانه ميزان الاخلاقيات، ما بين ان الطفل ما يتعلمش الخجل السلبي ويبقى خايف ان هو يعبر عن رايه، خايف انه يدافع عن الحق، يعني بقت عنده صفة سلبية وهي الخجل بمنظوره السلبي، وما بين ان هو يبقى مش همه حاجة وما عندوش حدود للحق ايه. فكرة الموازنة دي وان احنا نعلمها للطفل يا شيخ احمد ضروريتها ايه؟ هي والله قبل ان نعلمها للطفل تحتاج ان نعلمها للكبار عشان هم القدوة. بالظبط، نعم. فهنا بقى مبين ان العلماء وضحوا قالوا انه الحياء نوعان، حياء ممدوح وحياء مذموم، اللي هو الخجل السلبي. الحياء الممدوح هذا يحث على فعل الصفات الجميلة، يحث على فعل الأشياء التي أمر أن يفعلها الإنسان ويمنعه من الرذائل والقبائح، أما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من خير والذي يفتر عن طاعة، والذي يعني مثلا نعطي مثال، قول سيدنا علي قال لا يستحي الكبير أن يتعلم وأن يطلب العلم كما لا يستحي أن يأكل الخبز. شوفي قد إيه، لا يستحي الكبير أن يتعلم، لذلك يقولوا العلم يضيع بين اثنين، بين الحياء والكبر. يعني إيه بين الحياء والكبر؟ بين الحياء المذموم اللي هو يستحي يقول لك وأنا بعد ما كبرت أروح أسأل أقول مش عارف إيه، أو امرأة مثلا انه يستحي انه يسال سؤال متعلق بالجنابه ورفع الجنابه والطهاره، او امراه مثلا تستحي ان تسال في شيء متعلق بالحيض ونحو ذلك، ونقول لك بعضهم والعياذ يقول لك عيب ازاي ان انا اسال، لا مش ليس عيبا، انا في حاجه الى هذا الامر، لذلك السيده عائشه امتدحت هذا الامر عند الانصار، قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، مع أنه من شدة حيائهن، بل قالوا من شدة حيائهن كانت الواحدة منهن تمشي في الطريق فتضع شيئا على رأسها ولا تظهر كلتا عينيها، بل تظهر واحدة وتخفي الأخرى من شدة الحياء، تستحي ألا يراها أحد، ولكن مع شدة هذا الحياء
لم يمنعهن من التفقه في الدين ومن معرفة الأمور المتعلقة بهن في مسألة الحيض ونحو ذلك.